لو الحكاية فيها إن فيجو. محمد علي، انت قلت ان هو كلمك في الهروب مسلسل كريم عبد العزيز وقال لك تعالي استوديو مصر وفي بقى دور وهنكتشفك وكده. قولي لي الاول، وهل انت روحتي استوديو مصر؟ اكيد ما كانش غريب عليكي جو التصوير، يعني طبعا الفنان احمد سلامه اكيد كان بيساعدك معاك، لكن انت رايحه كممثله مش رايحه كضيفه، الموضوع كان عامل ازاي؟ ايوه انا طبعا كنت خايفه لان انا بعشقه اصلا، يعني كان مخرج بجد فظيع يعني، حتى في التعامل حد اخ جدا يعني. خدني وكلمنا على دور شويه، فخدت السكريبت فلقيت وانا بقرا لقيت في محمود كتير قوي، فعايز اعرف مين محمود. يعني انا فكلمتهم سالت، فقلت لهم مين محمود؟ فقال لي كريم عبد العزيز. فانت عارف اللي هو يعني اتخضيت ان انا اول مره اشتغل كريم عبد العزيز قدامه، وناس كتير قالت لي خلي بالك وبتاع عشان هو بيحفظ جامد وممثل كريم شاطر جدا. فطبعا لما اتعاملت معاه يعني انا بتمنى ان انا اعمل شغل كريم معايا بجد، يعني كريم من احلى الناس اللي اتعاملت معاها، وطبعا كل المشاهد ما بيني وما بينه فلازم يكونوا واخدين على بعض، يعني ما ينفعش المشاهد بهزقه فيه وبتاع، ما ينفعش اني ما بقاش واخده عليه. بس لحد ما طلعت حلوه جدا، ودي كانت اول حاجه ليا يعني. مش عايزين نعدي كريم عبد العزيز كده يعني، لازم نتكلم. انت اول لقاء او اول بقى دقيقه قابلتي فيها كنت تعرفيه قبل كده؟ خالص، عمري ما شفته حتى، يعني ما اعرفش. بس اول ما شفته يعني هو بيتعامل معايا على اساس ان انا اعرفه من زمان جدا، يعني اعرفك انك ساره احمد سلام. وبقيت بروح لهم هم بيصوروا، انا مبقاش عندي تصوير بس بروح اراجع معايا على المشاهد اللي عندنا وبتاع، لحد ما طلعت فعلا حلو. ان لحد دلوقتي بيتكلمني بيسال عليا اصلا، يعني بقينا خلاص عارف اللي هو. اسمعنا ان في مشروع قريب ما بيني وبينه؟ لا يا ريت، يعني انا بتمنى اصلا. مش كلمك على حاجه، قال لك الفيلم الجاي اللي هو بيعمله بعد الفيل الازرق في ما هو الفيل الازرق ده كان قايل لي عليه، بس ما اعرفش ايه اللي جاي يعني، ما كلمتوش. انا اخر مره كلمته كان هو ساعتها تعبان غالبا او حاجه، فكان سافر بره ورجع بعديها ما اعرفش عنه حاجه خالص، يعني ما اعرفش غير فيلم الفيل الازرق ده بس. يمكن شخصية نتاشا هي أكتر حاجة علمت مع سارة سلامة وخلت الناس تركز معاها، فعايزك تكلميني عن الشخصية دي بالرغم إنها كانت حلقة واحدة وكانت ضيفة شرف ما تكلمتش فيها. هدرس بقى بس حلقة الدنيا. الحلقة دي أساسا أنا كنت ساعتها جالي اسم مؤقت، يعني اسم مؤقت جات لي أول واحدة خالص، واسم مؤقت دور تقيل بالنسبة لي يعني، من بعد الهروب دور تقيل جدا، فكنت عايزة أركز فيه، إن أنا ما حبيتش إني أركز في كذا حاجة مع بعض، وربنا يمكن حطني في ده عشان اعرف. انا ما بعرفش اركز في حاجه، يعني لو حد كلمني دلوقتي وانا بعمل حاجه ما اعرفش، يعني لازم اركز في حاجه معينه. فلحد ما قريت الدور ده فلقيته ما فيهوش حاجه، يعني طالعه اجنبيه وما فيهاش تمثيل وممكن اي حد تعمله. ما كلمتش كتير بس لقيت فيه شو معمول عليه على البنت دي بطريقه بشعه يعني، فمش عارفه بقى. قعدت افكر كتير، يعني فكرت كتير اني اعمله ولا لا. شو طبعا كنت تقصدي شو قبل ما لا على البنت؟ شو على الشخصيه؟ على الشخصيه نفسها. واحمد مكي طبعا يعني اي حد يتمنى يشتغل معاه. لما قريته كده عجبني جدا، واحمد الجندي اشتغلت برده عملت كذا اعلان معاه. فقلت تمام، ويعني حسيت ان هي بصراحه بجد والله حسيت ان هي مش هتجيب خالص، يعني مش هتجيب مع الناس بالطريقه دي يعني. ما انا اتخضيت يعني، بابا دايما يقعد يقول لي ما تتخضيش، يعني اوعي تتخضي من يعني اللي جاي، ما تتخضيش خالص، خديها عادي جدا. طب انت استقبلتي الموضوع ازاي بقى لما لقيت بقى الفيسبوك كله وتويتر ساره سلامه ساره سلامه؟ انا خفت فعلا. انا بص انا الناس سابت المسلسلات في رمضان وبقى مركزه. ايوه اسمه مكرت يعني، اسمه مكرت ظهر فيه من الحلقه الثانيه. ما حدش عمل حاجه، ما حدش عمل حاجه خالص. هو الحلقه ال 11 دي الفيسبوك عندي مش عارفه ارد على مين، يعني الناس بالهبل كتير جدا ولقيت الفيديوهات دي نازله مش عارفه لحقوا عملوها امتى يعني. طب انت بذمتك لو اجنبيه تعرفي تيجي واحد زيها لا طبعا محمد سلام يقول لك يا سيدوني طبعا دي نازله
لا هما الاجانب بيحبوا الشكل ده جدا فعلا. خلاص انا مش هنغطي. اشتغلت مع مترو ومع كريم من منطقه الكوميدي اكتر يعني الفرق اللي بين هما الاثنين طبيعيين جدا في الكوميديا زي استاذ عمرو عبد الجليل برضه صح كده نفس الكوميديا الواقعيه طبيعيين يعني ما تحسهم يعني احمد مكي ده طبيعته. كريم نفس الموضوع كريم طبيعي جدا كريم هو بيتعامل مايك يعني ما بيحضرش الافيهات اللي جايه تيجي كده فالاثنين طبعا يعني انا بعشق الكوميديا اصلا الكوميديا صعبه جدا مش سهله خالص بس دايما بيقولوا الجميلات لا يستطيعن تقديم الكوميديا وانت جميله فهتحل الموضوع ده ازاي؟ لا كده انت جميله بس ايه؟ سعاد حسني لا بس سعاد حسني مش كوميديانة مش كوميديانة لا بس كان متقدم دي بتعشق الكوميديا سعاد حسني لم تعشق مش هينفع تبقى محمد هنيدي لا طبعا مش كده بس الكوميديا خفيفة يعني مثلا زي دنيا سمير غانم مثلا انا عجباني جدا بصراحة يعني انا بحبها ودمها خفيف قوي وضحكني بجد لما بتفرج عليها بس خلينا نقول ان دنيا سمير غانم يمكن استاذ خالد وقفت في الموضوع ده حالة نادرة تمام ولكن احنا بنتكلم دلوقتي عن الاغلب العظمى من البطلات اللي موجودين على الساحه سواء كان منى زكي سواء كان ياسمين عبد العزيز من اللي بتقدم كوميديا منى شلبي والى اخره دايما هم بيطلعوا في الادوار الجميلات تمام سواء كان تراجيديا بقى سواء كان رومانسيه لكن ما بيحاولوش ان هم يقربوا من الكوميديا شويه لان حتى ما بييجوا يقدموا كوميديا بحس ان هم لم يوفقوا زي ما عملت منى زكي في مسرحيه كده اوكي اعتقد هو استثناء ياسمين بس ياسمين هي اللي خدت التراب بالظبط ياسمين طبعا وهي كانت من بدايتها وهي كوميديانه فانت مش شايفه الافضل لك ان انت تركزي في انك انت تكوني نجمه ليكي مواصفات زي نجمات كتير موجودين تقدمي كل الالوان ولا انت عايزه تخصصي مش حابه اكون نجمه وخلاص يعني غير فاهم يعني غير ما اعمل حاجه يعني انا شايفه حلقه نتيجه دي بجد ما عملتش حاجه يعني ما كانش فيها تمثيل يعني فاهم فيها تمثيل عادي جدا وبتكلم في انجلش مفيش ولا كلمه عربي مش عارفه حتى فاهم يعني زعلتي ولا فرحتي بعد لا فرحت جدا طبعا بس انا نفسي اعمل حاجات جامده نفسي اعمل حاجات بجد فيها تمثيل وحاجات صعبه جدا يعني بحب الحاجات الصعبه فيجا